متابعينا الكرام في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي أشارت إلى بدء تأثير الحالة الممطرة على الأجزاء الغربية من المملكة. كما تلاحظون، تشكلت سحب ركامية رعدية خلال ساعات ما بعد ظهر وعصر هذا اليوم في المناطق الغربية فوق أغلب المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية للمملكة. على الجانب الآخر، اندفعت كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية نحو الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة، تخللها بعض السحب الركامية الممطرة لكن في أجزاء محدودة. طبعا المملكة تدخل ضمن تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة والحالة الماطرة تقريبا الثامنة لهذا الموسم والمتركزة في الأجزاء الغربية، ذلك مرده إلى اندفاع هواء بارد في طبقات الجو العليا إلى الأراضي المصرية. هذا اللون يعني انخفاض درجات الحرارة في طبقات الجو العليا فوق هذه المناطق، والتمركز وتحرك باتجاه الشرق ليتمركز على أغلب مناطق شمال غرب وغرب المملكة بالإضافة إلى الأراضي المصرية والأردنية. وهذا الأمر يتصادف مع امتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر الذي يجلب معه كتلة هوائية حارة للغاية. تصادف هذه الكتلة الباردة في طبقات الجو العليا مع الكتلة الحارة سيعمل بمشيئة الله تعالى على حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتمثل بعدة عوامل من أهمها هطول طبعا الأمطار الرعدية في العديد من المناطق. تستمر هذه الكتلة الهوائية الباردة بالسيطرة على هذه المنطقة في طبقات الجو العليا خلال تقريبا 72 ساعة القادمة، كما يستمر اندفاع الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض خلال 72 ساعة المقبلة بمشيئة الله تعالى. بالنسبة لتوقعات الهطولات المطرية، إذن خلال ساعات صباح يوم الجمعة تتهيأ الفرص من جديد لهطول الأمطار الرعدية على أغلب المناطق الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى، ابتداء من المناطق الشمالية الغربية وتلك المحاذية مع الحدود الأردنية في تبوك، وصولا لمرتفعات المدينة المنورة، مرتفعات مكة المكرمة، مرتفعات الطائف، مرتفعات الباحة وأبها، وصولا حتى مرتفعات عسير في أقصى جنوب غرب المملكة. كما هناك احتمال لأن تمتد بعض من هذه السحب الركامية الرعدية نحو المناطق الساحلية لتشمل بعض الأجزاء الساحلية المطلة على البحر الأحمر. ميزة هذه الأمطار بمشيئة الله تعالى أنها ستكون أمطار طبعا رعدية غزيرة في نطاقات جغرافية معينة، وتؤدي إلى تشكل السيول وجريان الأودية في العديد من هذه المناطق، كما أنها قد تصحب بنشاط كبير في سرعة الرياح في مناطق محلية تثير بها الأتربة والرمال، وتكون أحيانا هذه الرياح قوية للغاية قد تسبب بعض الأضرار، وبالتالي يعني يرجى الحذر أثناء تشكل هذه السحب الركامية الرعدية. مع ساعات العصر والمساء تمتد بعض من هذه السحب تقريبا نحو المناطق يعني أكثر شرقا، وربما تصل إلى أجزاء من مدينة حائل والقصيم، ولكن غالبا الأجزاء الغربية منها وليست في نفس المدن، ولكن تجدر المتابعة في هذه الأحوال الجوية بمشيئة الله تعالى. تتكرر نفس الحالة يوم السبت كما تلاحظون، مرة أخرى أمطار رعدية على طول الواجهة الغربية والشمالية الغربية للمملكة. نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة، وهذه الأمطار تكون رعدية وتتكرر نفس السيناريوهات من ناحية غزارة الأمطار واحتمالية تشكل السيول واصطحابها ببعض الرياح النشطة والقوية وتشكل بعض العواصف الترابية محلية الطابع. كما في ساعات عصر ومساء يوم السبت أيضا هناك فرصة لأن تمتد بعض هذه زخات الأمطار شرقا لتشمل أجزاء من حائل والقصيم بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض، أجواء يعني معتدلة، درجة حرارة 25 درجة مئوية مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، والأجواء مستقرة بوجه عام. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة غدا، نبدأها من المناطق الشمالية من المملكة في إسكاكا 37 إلى 25، في عرعر 38 إلى 25، أما في تبوك فمن 36 إلى 22، ولكن مع فرص لأمطار رعدية إن شاء الله اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر. المناطق الغربية للمملكة فرص لأمطار رعدية كما تحظون في أغلب المناطق. في المدينة المنورة هناك فرصة لبعض الأمطار الرعدية بعد الظهر 32 إلى 23. ذكرنا أن هناك امتداد واحتمالية لامتداد لبعض من هذه الزخات نحو المناطق الساحلية، وبالتالي هناك فرصة لأن ترى مدينة جدة غبار مثار وبعض السحب الركامية الرعدية مع ساعات العصر والمساء، وربما حتى بعض الزخات المحلية الرعدية من الأمطار، لكن الأجواء حارة 41 إلى 31 درجة مئوية في جدة، مكة المكرمة من 42 إلى 33، وفي الطائف من 32 إلى 18 درجة مئوية مع فرصة لأمطار رعدية كذلك الحال. في المناطق الجنوبية الغربية في كل من الباحة وأبها هناك فرص لأمطار رعدية بمشيئة الله تعالى من 28 إلى 18
في أبها ومن 28 إلى 20 في الباحة، وفي جزائر من 38 إلى 33 درجة مئوية. المناطق الشرقية الأجواء أكثر استقرارا وأكثر حرارة، تكون في الإحساء 39 إلى 23، في الدمام من 37 إلى 22، وفي حفر الباطن من 39 إلى 28 درجة مئوية، في الرياض من 37 إلى 26، في القصيم من 38 إلى 24 درجة مئوية، أما في حائل فتكون من 31 إلى 23 درجة مئوية. وكما تلاحظون هناك فرصة لأمطار رعدية في منطقة حائل بمشية العتارة. توقعات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة في العاصمة الرياض تكون 37 إلى 26 الجمعة، 39 إلى 26 يوم السبت، و40 درجة مئوية يوم الأحد مع أجواء حارة، والصغرى 27 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دائما لا تنسوا متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، منها تويتر وغيرها، بالإضافة لتحميلكم تطبيق تقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني. سيصلكم كل ما هو جديد بشأن الحالة الماطرة التي ستتأثر بها المملكة بمشيئة الله تعالى. جعل الله أمطار خير وبركة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.